بأهمية إطلاق هذه المخيمات، ويمكن العدد عم بيزداد في هذا العام، في هذا العام تحديدا علاء. ومهم إنه نحكي إنه هاي المخيمات هي فرصة، فرصة لطلابنا، مساحة لإبراز مواهبهم، إبداعاتهم، الابتعاد إلى حد ما عن أجواء الدراسة والمدرسة. وبحكي ريما كمان المخيمات الصيفية في فلسطين خاصة هي مساحة للتربية الوطنية، وأكيد تحت شعار الوطن غالي علينا أطلقت اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية مخيماتها يوم أمس وأول أمس. نتحدث أكثر عن تفاصيل. يسعدنا الترحيب بضيفتنا الأستاذة ميسون حجة، المدير التنفيذي للجنة الوطنية للمخيمات الصيفية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكم معنا. صباح الخير، صباح الخير للمشاهدين، صباح الوطن الغالي علينا بمشاركة 25 ألف طفل وطفلة بتوجهوا حاليا للمخيمات الصيفية من عمر 6 ل 12 سنة. نعم، وهذا يعني عدد مش سهل ابدا، مش سهل. الوطن غالي علينا وعليكم وعلى الجميع ان شاء الله، فبالتالي هذه المخيمات هي فرصه، فرصه مهمه جدا لابنائنا واطفالنا انهم يكونوا متواجدين في هذه المخيمات لابراز مواهبهم، ابداعاتهم، اخراج الطاقه الموجوده عندهم، وايضا تنميتهم ورفع مستوى الوعي في مجال طبعا يعني كل ما هو فلسطيني، كل ما هو وطني، كل ما في إبداع وكل ما في نعم. مثل ما حكينا إنه اليوم انطلاق مخيمات 2023 تحت شعار الوطن غالي علينا، وبالفعل الوطن غالي علينا وعلى الجميع. إحنا من أهدافنا الاستراتيجية كلجنة وطن المخيمات الصيفية تنمية وقدرات أطفالنا في الوطن كاملة واكتشافها من خلال المخيمات الصيفية والأنشطة اللي بتكون موجودة في المخيمات الصيفية. بنركز في كل عام مثل ما حكينا على شعارات معينة. العام كان في عنا القدس باقونا في أرضنا، لحتى يكون في نوع من التثقيف الوطني لأطفالنا وغرس القيم الوطنية والانتماء الوطني لأطفالنا من خلال المخيمات الصيفية السنوية التي تقام من قبل اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية. بيكون في تركيز على أنشطة معينة اللي هي الإدارة والتخطيط، وإحنا قبل يومين خلصنا تقريباً 44 دورة تدريبية في جميع محافظات الوطن، غزة، نابلس، جنين، جميع هاي المحافظات تم تدريب هاي القائمين على المخيمات الصيفية من مدراء مخيمات صيفية. أيضا دربنا في الزوايا الأخرى اللي هي الفن والأشغال اليدوية، الرياضة، التثقيف الوطني والمدني اللي بنولي أهمية كتير كبيرة، الكتابة الإبداعية والمسرح. كل هاي الأنشطة أو الزوايا المختلفة حتى نقدر نسقل الطفل الفلسطيني ونبعده نوعا ما، يكون في نوع من المتعة والاستفادة في المخيم الصيفي. أكيد. وهون أستاذ ميسون بدي أحكي إنه حكينا بالأول إنه هذا تقليد سنوي وبنعيشه دائما بتجديد وأفكار جديدة. بدي يعني ممكن أحكي عن شغلة مختلفة هذا العام ولأول مرة بنتابعها اللي هو تدريب طواقم للتعامل مع ذوي الإعاقة. هاي المساحة المهمة كتير، وهؤلاء الأطفال اللي هم مثلهم مثل أي طفل إلهم الحق باللعب، إلهم الحق بالإبداع والتعلم أيضا، وكيف عملتوا على مجموعة منيحة تستفيد من هذا التدريب؟ من بداية نشأة اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية كان في جانب متخصص لكل الأطفال بشتى أنواعهم، سواء ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء الأطفال في أي مكان، حتى في المناطق المهمشة بنحاول نوصل للأطفال أينما كانوا. ردنا على هذا السؤال، احنا دائما بين سنوات سابقه ايضا بيكون في عنا دمج في المخيمات الصيفيه لذوي الاعاقه، وفي عنا ماده لتدريب في دليل تدريبي عنا من 7 زوايا لتدريب على الانشطه معينه حتى يكون في نوع من الدمج ما بين اطفالنا ويكون في دمج ما بين ذوي الاعاقه. ايضا بنولي اهتمام كمان لجميع فئات الاطفال، حتى اطفال مرضى السرطان نعمل لهم مخيمات صيفيه. هاي المخيمات تتلائم مع ظروفهم حتى ما يكونوا بعيدين عن هذا خلينا نحكي العرس والكرنفال الفلسطيني اللي كل عام يقام. دائما تحث اللجنه الوطنيه للمخيمات الصيفيه انه المؤسسات تشارك في هاي المخيمات. من هون بيجي دور المؤسسات اللي بتكون خلينا نحكي شريكه معنا، ومن هون بحب اشكر عبر شاشتكم انه هي هاي المؤسسات بتدعم ايضا بتكون شريكه معنا في الكوادر اللي بتنفذ المخيمات الصيفيه اللي بتكون ايضا بنأهلها سنويا حتى تقدر تنفذ هاي الانشطه في المخيمات الصيفيه. بالنسبه لذوي الاعاقه احنا كل عام بيكون في عنا مجالات لمخيمات دمج وايضا مخيمات خاصه لهم، في كل محافظه بيكون في لهم مخيمات.
وليس بس مخيمات أو خلينا نحكي لذوي الإعاقة، أيضا بنحط لمرضى السرطان. في عنا مخيمات تخصصية أخرى كمان بحب أنوه لها غير المخيمات العادية. بس كنا بدي أحكي عن الكادر بما يتعلق بذوي الإعاقة ومرضى السرطان، لأنه كادرهم يعني أو المدرب اللي بيكون موجود في المخيم بيكون عنده مهارات مختلفة وأيضا أساليب جديدة ممكن للتعامل معهم، ويمكن نحكي على الوازع النفسي اللي كتير المخيم بيعطيهم إياه دفع للأمام ليعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. صحيح، ودائما بيكون المدربين أو خلينا نحكي المنشطين اللي بيشاركوا في هاي المخيمات بتلقوا هذا التدريب لدعم والتفريغ النفسي للأطفال ذوي الإعاقة وأيضا للأطفال ذوي مرضى السرطان. حتى كمان أيضا في كل الأنشطة بيكون في عنا جانب من التفريغ النفسي والدعم النفسي. نعم. لأطفالنا حاليا في عنا بناء على الهجمة اللي أصبحت على جنين لمخيم جنين، أيضا في كان في تدخل من اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية في مخيماتنا إنه يكون في زاوية متخصصة لدعم وتفريغ النفسي للأطفال في هاي المنطقة. نعم، وهذا الجانب مهم جدا ليس فقط في جنين، يمكن أطفال فلسطين بشكل عام عم بيعيشوا ظروف ما عم بيعيشها أي طفل على مستوى العالم في ظل استمرار هذا الاحتلال وإرهاب وإرهاب مستوطنين. بالتالي تم الأخذ بعين الاعتبار كل هذه التفاصيل للتعاطي مع الأطفال والتعامل معهم. هذا يتضمن البرنامج التدريبي اللي فعليا تم إعداده لهذه المخيمات. مزبوط، هذا الدليل أو خلينا نحكي هاي الدورات بناء على أدلة تدريبية تم إعدادها من ذوي الخبرة والاختصاص. أيضا في عنا دليل المعايير اللي أنا بفتخر إنه كان دليل المعايير هو أول دليل على مستوى الشرق الأوسط بيختص في معايير المخيم الصيفي في إقامة المخيم الصيفي واللجان المشرفة وما إلى ذلك، كامل متكامل من معايير لإقامة مخيم، مش أي مؤسسة تعمل مخيم صيفي، في معايير لإقامة هذا المخيم الصيفي. فأنا بفتخر كلجنة وطنية بإعداد هذا الدليل، كنا من أولى الدول في الشرق الأوسط لإعداد دليل المعايير الفلسطيني، وبناء عليه بيتم تحديد إنه اختيار المؤسسات اللي بيتم اختيارها لعملية إقامة المخيمات الصيفية، أيضا البيئة الآمنة اللي بتكون في المخيم الصيفي، لأنه أي طفل بده يروح على مخيم صيفي بده يكون في بيئة آمنة طبعاً. صحيح، حواليه فتتوفر شروط السلامة، شروط السلامة والأمان طبعاً. أيضا كمان اللجنة المشرفة على المخيم الصيفي، المتطوعين كيف بيكونوا، حتى على مستوى تصرفات المتطوعين نطلع عليها إنه يكون في يكونوا مع الأطفال، لأنه هذا كله انعكاس بده يكون على يأثر، لأنه إحنا بنحاول نخلق جيل فلسطيني واعد، جيل فلسطيني طفل فلسطيني يقدر يكون مثل أقرانه في العالم كلياته. فمنحاول قد ما نقدر بتضافر المؤسسات وجهود المؤسسات الموجودة في وطننا الحبيب، من هون بحب أشكرهم جميعا في هذا اللي بيشاركوا معنا بإقامة هاي المخيمات الصيفية. بحب التوجيه السياسي أيضا، عندنا مخيمات تخصصية لمخيمات الشرط الصغير، الشرط الصغير وأظن هذا إلهم مجال لحاله. صحيح، يعني خلينا نحكي هون بتميزوا كل سنة بالسنة. والإطفاء الصغير كمان أيضا، ما بقول لك الشرط الصغير، خلينا نكون هذا الشرط الصغير، بعدين عندنا الإطفاء الصغير، السنة الجمركي الصغير، إنه سنتين عم نعمل مع الضابطة الجمركية، عندنا المخيمات المستقية. السنة الماضية كمان اشتغلنا معكم في مجال الصحفي طبعاً. كل عام بيكون في عنا يعني إحنا المخيمات التخصصية غير المخيمات العادية، إنه بيجي بنطلع في بيكون في عنا عملية في خلال عملية المخيمات الصيفية تقييم وأخذ مزج آراء الأطفال واكتشاف مواهبهم. في منهم بتوجه إنه يكون إطفائي، في منهم جمركي شرطي، فإحنا بنحاول إن نلاقي بيئة آمنة لهم يقدروا يشاركوا ويمارسوا هاي الفعاليات ويشاركوا في جميع الأنشطة لتثقل شخصيتهم. ومن هون بيكون في نوع من التخصص، يعني أنا هون تخصصيات عندنا حتى الرياضي موسيقي لمرضى السرطان، في عندنا مخيمات التخصصية حوالي 50 مخيم تخصصي في جميع هاي يعني المناحي. نعم، هون أستاذ ميسون بدي أحكي عن جانب مهم جدا. اليوم عقلية الأطفال رايحة كثير للتكنولوجيا، عم يسألوا شو يعني ذكاء اصطناعي، عم يسألوا كثير أسئلة، ويمكن شوي بعض المهارات الحياتية اللي كانوا يعيشوها الأطفال زمان ما بين الرياضة وما بين الموسيقى، كيف ممكن إنه إحنا نسد هاي الفجوة وأيضا كمان نشغل الطفل بشكل إيجابي حتى لو بده يروح لجانب التكنولوجيا، نوجهه بمساحة متوسطة بس نخليه أكثر في المخيم هو مساحة فائدة وطنية أيضا حركة ولعب. صحيح،
مشاركتهم حاليا في المخيمات الصيفية، يعني انت بتحكي عن عدد 25 ألف طفل وطفلة، مش قليل، من عمر 6 ل 12 سنة، مش قليل في المشاركة. خلينا نحكي هون، احنا كلجنة وطنية اجينا اطلعنا انه جانب التكنولوجي موجود بأطفالنا وحاليا موجود، في فرق ما بين أطفال عام 2000 صحيح. بين أطفال عام 2022 و23 بصراحة. بيجينا هاي الفجوة كيف نحاول إننا نعملها. في عندك أهم إشي عنا موضوع تدخل هاي الجوانب بس بطريقة مميزة بتوعية. ما بتقدر تيجي عمر من 6 ل 12 سنة إنك تعطيه جوال كاملة، مشاركته بالمخيم تبعده نوعا ما صحيح. في بيكون في عنا بناء على المخيمات مش بس زوايا خمسة، أيضا بيكون في عنا تدخلات في المخيم نفسه. من هاي التدخلات هي توعية حول موضوع التكنولوجي، عملية استخدامه، كيف آلية إنه أنت يكون في نوع إدراك لكيف عملية هذا التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. عندنا مخيمات تكنولوجية بناء على الهي، في عندنا مخيمات تكنولوجية، هاي المخيمات التكنولوجية بتواكب هذا التطور، لكن احنا ما بنقدر نعممها على جميع المخيمات. نعم. نعمل توعية في جميع المخيمات، في عندنا مخيمات تخصصية تكنولوجية. نعم. لأنه كمان القدرات خلينا نحكي اللي موجودة مختلفة ومتفاوتة بين الأطفال. مختلفة ومتفاوتة صحيح. بين الأطفال، فإحنا نعم. بنحاول دائما إنه يكون الحاضنة الكبرى لهدول الأطفال ونقدر نوجههم متوازن والتوجيه. بالنسبة للتراثي احنا كمان عندنا مخيمات تراثية. هاي المخيمات التراثية بتعلم اطفالنا حتى على الاكلات السابقة، على المناطق، على اسماء المدن، على الهوية والتراث، طبعا على الهوية الفلسطينية. جميع مخيماتنا بتركز على الهوية الفلسطينية وبتركز على خلينا نحكي الوطن والمواطن، فمن هون اجى الوطن غالي علينا. نتمنى لكم كل التوفيق ومزيد من العطاء في هذه المخيمات. أستاذة ميسون حجة شكرا جزيلا لك. شكرا. يسعد صباح. يسعد صباحك وشكر كمان لكل الطاقم الكبير العامل، وهذه تحية لكل الأطفال المشاركين، إن شاء الله تكون مساحة خير لهم. عبر شاشتكم بحب أوجه شكري لجميع المؤسسات المشاركة في المخيمات الصيفية والمؤسسات اللي عم بتساعد والمجتمع المحلي، جميع المنشطين والمنشطات اللي شاركوا بالدورات واللي عم بيحاولوا حاليا هلأ عم بيساعدوا أطفالنا في جميع المخيمات الصيفية لرسم بسمة على وجوه أطفال فلسطين أكيد. حتى يكونوا مثلهم مثل أقرانهم في العالم كله. كل الشكر لك. شكرا. رح نكمل في الذكاء الاصطناعي بما أنه طرحت موضوع الذكاء الاصطناعي. هو حدث العصر. نعم، لكن في المحافظات الجنوبية. نعم، إلى المحافظات الجنوبية نتحدث على معرض أيضا كان خاص في الذكاء الاصطناعي تحت عنوان طلاب من المستقبل، كاميرا فلسطين.